وهتقام ان شاء الله الساعه 7 يوم الثلاث اللي جاي، وهي بروفه جيده لمباراه الوداد وكيما اسوان. طبعا فريق احنا ما نعرفش، ما عندناش معلومات كامله عنده، لكن في النهايه هي مباراه كره قدم مع فرقه لازم التعامل معها يكون بمنتهى الجديه والاحترام، وهي مباراه كؤوس، انت عارف فصول الكؤوس البايخه يعني، بغض النظر عن طرفي اللقاء، لكن في النهايه هي مباراه كره قدم، لازم تحترم الفرقه اللي هتلاعبها وتقدرها، وفي نفس الوقت تاخد في اعتبارك ان هي كوره فيها الكثير يعني. مش عايز افكر في مباراه الوداد وانا عندي مباراه كيما اسوان، بعد كيما اسوان نبدا الاستعدادات للوداد باذن الله. احنا ما عندناش مصابين الحمد لله غير محمد بركات وحسين غنيم وجونيور، دول اللي موجودين على قائمه المصابين. جونيور بيتحسن جدا جدا وبدا مرحله جديده في علاجه، وان شاء الرحمن نامل يا رب ان شاء الله ان يكون معنا في مباراه الترجي التونسي. محمد بركات لسه قدمه 10 ايام من دلوقتي. الباقي كله موجود، شريف عبد الفضيل وجده موجودين بقى لهم يومين. اختيار بقى مين القائمه اللي هتبقى موجوده بترجع لحسابات الجهاز الفني ومدى تفكيرهم في مباراه كيما ومباراه كمان الوداد يعني. نقول النادي الاهلي مش هيدخل طرف اي صفقه او اي لاعب الا بعد موافقه ناديه، لما ناديه يعرضه للبيع نبدا احنا نخش، تمام، زي ما حصل مع وليد سليمان. لكن انا لا بتكلم، بتكلم مع اللاعب بشكل كبير، احنا بنحب نحترم الانديه ودي طريقتنا في التعامل، وما بنحبش اللي يحصل معانا او ما بنحبش حاجه تحصل معانا نعملها مع غيرنا يعني. فلما نادي يعرض لاعب واللاعب ده يلاقي قبول عند الجهاز الفني، بالتالي هنخش مع اداره النادي مباشره، دي سياستنا يعني.